السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه foxplan.net. الموقع ده بيديك زي طريقة إن أنت تدير بيها المشروع وتعمل الجدول الزمني وتشوف الريبورت والبادجيت وكل الحاجات ديت. فأنا هبدأ هنا أقول له أنا عايز الاسكادول، فبيبدأ يظهرها لي بالشكل دوت. لو أنت عايز تضيف أي حاجة في الاسكادول، فيسز أو مايلستون أو التاسك، تختار اسم التاسك وليكن مثلا دو. بعد كده بتختار الستاتس، هل هي اوبن ولا ان بروجريس ولا كلوز. طب التاريخ بتاعها من امتى لامتى، الديوريشن بتاعها كام يوم، الاوتو سكادول. هنا هتلاقي الريسورسز مثلا البادجت تبقى موجوده في اني فيس، الاكشن وهكذا. تقول له سيف فيبدا يضيفها لك. تقدر بكل سهوله تحركها وتقدر تعدل في الوقت الزمني بتاعها. فسهل جدا ان تعمل بيها. تيجي ممكن تقول انا عايز اعرف البادجت، فيبدا يجيب لك البادجت بتاعتك، الريبورت، التقرير، الاكشن، ديسيشن، الريسك، تشينج الفايلز. تقدر تعمل ابلود للملفات بتاعتك وتربطها بالمشروع.